يا مساء الفل، تحياتنا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم حلقه جديده على الهواء مباشره والستات ليوم الثلاث. صح كده، الستات اليوم حلوه دي، حلوه. في ازيك يا سوسو؟ وزني وقافيه. صباح الفل يا هلا بمفيده، واهلا اهلا بكل مشاهدي الستات. تعالى نهار يومكم زي الفل ودايما ايامكم حلوه. مين او فين الرجل اللي ممكن يرفض دخل سنوي او في سنتين 2 مليار يورو لو هو كان وافق على السنتين 2 مليار يورو وكسور كده، وهذا الرجل رفضهم علشان مراته مش موافقه ان هي تنتقل وتروح تعيش معاه في الدوله اللي هو مفروض ان هو يروحها. احنا بنتكلم على نجم النجوم ميسي. ميسي رفض الديل اللي كان معروض عليه من نادي الهلال السعودي اللي هو بقيمة في الموسم الواحد مليار يورو علشان خاطر زوجته وشريكة حياته وحب عمره مش عايزة تنتقل أو تسيب البلد أو بلدها وتروح تنتقل تعيش في الرياض أو في أي مكان، أو في الرياض أعتقد. هي رفضت، فبالتالي ميسي بمنتهى البساطة اعتذر عن العرض. هاتولي راجل يقدر يعمل ده في أيامنا ده غير ميسي. يا إما الراجل مستكفي ومعاه فلوس كتير جدا، يا إما هو بجد بيموت فيها. لأن أنا لو ست واتعرض عليا مليار في السنة يعني هفكر كده، يعني هحاول اقول، هحاول اعمل كومبرومايز. هبيع؟ لا مش هبيع. قولي الحقيقة. لا مش هبيع، مش هقدر ابيع. لا لا لا, لا, لا مش هبيع، لكن اكيد هعمل كومبرومايز. لكن هو ما ترددش، الراجل رفض. قال لك لا، اولا لانه هو شخص محترم جدا، ولانه هو من النادرين، من فرسان الحياة النادرين، وهو بيطرح أسئلة كتير الموضوع ده، منها هل يمكن للحب أن يجعلنا نتخذ قرارات خاطئة، ولا أن دي قصة حب أسطورية من صداقة طفولة تحولت لحب أسطوري وأبهر العالم. ده الحب الوحيد في حياته. ثم ممكن يبقى في ناس ممكن يكونوا مروا بحب وحيد خطف ألبوم زي ميسي كده، ولكن مش هيفضل بهذا النبل وبهذا الكرم وبهذا السخاء في المشاعر وفي العطاء وفي الاحترام للطرف الآخر. فميسي شخصية مختلفة فريدة جدا، وهي شخص يحترم ويستحق التضحية من أجله. أنا معرفش إيه الداخليات والخصوصيات، لكن أنا لو أنا بقرأ تاريخ ميسي في الحياة عموما والمشاكل اللي هو عدى بيها، وفكرة ان هو كان عنده نوع من التوحد وان دي اللي حبته من هو صغير واحتويته، انا اقدر افهم رفض ميسي لاي عرض ما يكون باي مبلغ لمجرد ان زوجته مش تبقى موجودة معاه. اعتقد ان العلاقة اللي بينهم مش بس علاقة حب، انا بعتقد ان هي الظهر بتاعه، هي الشخص الوحيد اللي بيقدر يتواصل، وهو في كوميونيكيشن بينهم وبين بعض. ميسي ما شافش وما سمعناش عنه ان هو عمل اي نوع من العلاقات الخارجيه طول عمره، من اول ما عرف الست دي وحبها عمره ما بص، وعمره ما عمل علاقه اخرى، وعمره ما اتهم ان هو خان او ان هو ليه، لانه واضح القصه ان الست دي في على فكره ما في درجه ناس من اللينك كتير الروحي بيبقى جنبهم امراه زي انتونيلا دي، لكن هم نفسهم ما بيبقاش عندهم هذا الامتنان. أيوة، احساسه بيها لان هو عنده من الحاجات. أيوة، النفسيه هو اللي خلته هو عنده يقدرها، استقرار نفسي يقدرها، خلاه يبقى ممتن جدا. انا ما هو ده اللي انا بقوله لك، ان فكره الامتنان لدورها، لان في ناس كتير بتقف وبتعمل وقفات كبيره جدا وبتضحي بكل شيء وبتبقى جيش حقيقي وجيش مقاتل وجيش يصمد وجيش ينتصر في اي محنه الراجل بيبقى فيها، لكن مين بيطلع بعد فتره يبقى فاكر ان الست دي كانت هذا الجيش المهم جدا اللي دافع يعني عنه واللي نصره واللي خرجه من هزيمه. مين يفضل فاكر لمده بعدها بسنه
مين عددهم كام من الرجال مش موضوع اللي فاكر، موضوع ان هو كمان يا سهير ما يقدرش يروح يتحرك من غير ما يكون عيلته موجوده معاه. يعني هو حطينا حقيقي اكتر من 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 علامه من رؤوس مواضيع اهميه العيله في حياه ميسي. يعني واضح ان هو مهم جدا ان هو عشان يروح يعيش هناك لازم يبقى معاه اسرته واولاده. فكره ان الاسره مش موافقه، هو مش مدي احتمالات ان انا اروح في حته وهم يفضلوا قاعدين وانا هرجع واروح معاهم. لا، هم احنا يا اما نتنقل مع بعض يا ما نتنقلش مع بعض. دي برضو زاوية احنا كنا بنشوفها في الصور بتاعته، قد ايه علاقته بولاده، قد ايه هو اب عادي جدا وبيحب يظهر معاهم. لكن فكرة انه يبقى حاطط في دماغه قوي انه مطرح ما ولادي موجودين انا هبقى موجود، وهو ميسي نجم النجوم. بلس حاجة تانية ان هو ادانا درس فكرة ان الاشخاص القريبين مني والحب اللي انا بحس بيه وهم موجودين معايا اهم من ملايين ومليارات الدنيا. هو ادانا درس في فكره ان انا ممكن اكون معايا فلوس كتير، واكيد هو معاه فلوس كتير والبحر يحب الكميه، عمره ما حد هيقول لرزق جاله او لشغل جاله لا. لكن هو ادانا درس فكره ان لا، انا عيلتي اهم من اي فلوس تانيه. وحجم الرقم اللي احنا عمالين بنتكلم عليه مليار يورو في السنة، أقوى 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 الناس لازم يضعف قدام المبلغ ده. فما بالك هذا الشخص اللي رفضه؟ لا، دروس دروس بس من الموضوع. العيلة هي الأهم، دي الرسالة اللي المفروض إن احنا ناخدها، وهو ميسي بيديها طول الوقت. يعني فاكرين في البطولة الأخيرة اللي هم كسبوا فيها الكاس وهو خد أحسن لاعب، أول حاجة عملها إن هو راح على مراته، يعني طريقة حضن لمراته وطريقة تعامله مع مراته ساعتها ومع مامته اللي كانت موجودة، يقول إن الولد ده بجد مستقر نفسيا وبجد شخص مختلف جدا وفارس حقيقي جدا، لأنه هو حاطط في راسه وعلى راسه وجوه قلبه وجوه عينه عيلته، سواء مامته سواء زوجته سواء ولاده. فالرجالة اللي زي دول موجودين بس للأسف هم مش كتير أو مش معروفين يعني. وعمره ما هيوصل النجومية وقوة التركيز اللي ميسي فيه. احنا عارفين ان ميسي أكبر لاعب في العالم بيركز، يعني ما بيفوتش في الملعب، انت بتحس كأنك انت قدامك حد ماشي بالساعة. الشخص ده والصورة اللي قدامنا دي هي ده سبب ان ميسي أقوى لاعب في العالم. يعني الاستقرار الواضح ان الست دي بتديله الامان. الشخصيات اللي بيبقى عندها بدايات توحد او فكره التوحد بيبقى دايما هو انسان ذكي جدا، مخه شغال اكتر واقوى من اي شخص تاني، بس هو مش قادر يتكلم او مش قادر يعبر عن مشاعره. واضح ان هي الشخص الوحيد اللي عمل الكونكشن ده، نظرا لان علاقتهم بترجع من الطفوله، فما كانش ساعتها ميسي نجم النجوم ولا كان هو معاه الملايين دي. فبالتالي العلاقه دي مبنيه على اسس اعتقد محتاجين ان احنا نفهمها وندرسها علشان لو عايزين نوصل لقواعد الزواج الناجح، مهما كان الرجل قوي قد ايه، الست دي هي ملكه في متواجه في حياته، لهنها ولا حاولت تسرق منه الاضواء. يعني احنا عندنا رونالدو هما نموذج اخر مختلف. نموذج اخر للمنظره، وان انا بنفس قوه رونالدو ونفس شهرته. بس هي تركيبه شخصيه، ما نقدرش برضو نقول إن وهي وافقت انها تروح مع جوزها. ايوه وافقت وجات الرياض، يعني هي عايشه معاه ومخلفة يعني من غير ما يبقى فيه جواز رسمي. فهو الناس بتختلف، الناس مش نسخة واحدة، كل حد هو ليه نسخته الخاصة بيه وليه بصمته الخاصة بيه. ولكن يبقى السؤال الرئيسي، إيه اللي يخلي علاقة زي كده تستمر بهذه القوة؟ علاقة هو بيعرفها من وهو عنده 7 سنين، وفي رواية تانية هو عنده 9 سنين، أي مكان فهو كان تحت 10 سنين. فإنه يستمر بكل هذا التوهج وبكل هذا الاحترام وبكل هذا العطاء وبكل هذا الاحتواء
فده محتاج ان احنا نتوقف عنده، هو ده اللي محتاج ان احنا نقول هو مين، ايه اللي بيصنع النجاح ده، هل شخصيتها ولا شخصيته؟ يعني دي اعتقد محتاجه مناقشه، لانه هو اعتقد ان هو بيتوقف على الراجل اكتر من الست، يعني لان الست دايما رد فعل لافعال الراجل. فلو انت كويس وبتمتن وبتعطي وفيك كل مواصفات الفروسية الرائعة، أكيد هي هتدي لك نفس الشيء وأكتر، يعني هترد على التحية بأحسن منها. ولو أنت ما عندكش المواصفات دي فما تلومهاش أنها ممكن تقصر أو تتهمها أنها نكدية أو ما شابه ذلك. أعتقد أن قصتهم بتحتاج لتحليل، وتحتاج أن هي يبقى في استنساخ نسخ كتير منها في العالم عشان يستقيم برضو العالم. في ناس كتير هترد عليا يقول لك ما هم يعني ما هم مش شايلين هم حاجه. انا معاكم ان هم عندهم من الامكانيات اللي تخليهم مبسوطين، ولكن الحفاظ على الاسره والدروس اللي احنا استفدناها من حركه رفض اكيد في اسباب اخرى، لكن دي من ضمن الاسباب اللي برضو احنا وقفنا عندها. يعني احنا كنا نتمنى طبعا ان احنا نشوف برضو ميسي مع كنا نتمنى الدوري السعودي، هم بيعملوا كنا نستمتع بيه برضه تقل للدوري السعودي، بيعملوا سعر تاني للدوري السعودي بان يبقى فيه النجوم الكبار دول، جود لك ليهم. لكن في العيد الايام خلاص قربت وهيتم نزول العمله الجديده او الورقه الجديده ب 20 جنيه البلاستيكيه، احنا كان نزل لنا ال 10 جنيه دلوقتي نزل لنا ال 20 جنيه، هتبقى موجوده في العيد، يعني شيء اكتر من رائع. يعني مع الوقت هنبتدي العملات، احنا عايزين العملات تكون موجوده ايا ما كانت بلاستيكيه ورقيه، اقول لك على حاجه انها تكون موجوده، يعني شكلها بجد حلو، يعني شكلها حلو يعني أيوة. وفعلا يعني شكلها محترم ومش مبهدله. ال 10 جنيه طبعا انا بتكلم على اللي احنا استعملناه. ايوه بس انت تعرفي ان ال 10 جنيه لما ظهرت كانت ظهرت في عيد برضو ال 10 أيوة جنيه. ايوه ما هي دي الفكره، فشكلها حلو حتى الواحد بيبقى سعيد وهو ماسكها كده، لان هي من البلاستيك وبلاستيك صديق للبيئه، فبيخلي شكلها احلى كتير من الورق وعمرها اطول من الورق. وانضف في العيد ده وانضف من الورق ولا حد بقى كاتب عليها ولا مقطعه ولا نروح نغير. لا الفكره يعني مع الوقت اعتقد ان كل ما مره هنوصل ان احنا بقى عندنا فئه ال 10 جنيه ال 20 جنيه، اعتقد ان احنا ممكن نخش على ال 50 بعد كده ال 100. المهم ان يبقى ان هم يبقوا موجودين ويبقى لهم قيمه ال 20 وال 10 يعني. فان شاء الله دايما حياتكم بالسعاده والرضا والعمل كمان يكون ليها قيمه حلوه. خلينا احنا محتاجين عندنا فاصل. حلقه مهمه نطلع فاصل، بس قبل الفاصل عندنا تقرير كونسولتو. عندنا تقرير عن صندوق تحيا مصر عامل حاجات حلوه جدا هنشوفها. قبل ما نطلع فاصل بس هقول لكم ان حلقتنا النهارده مخصصه لكل اصدقائنا النهارده تلاته الكونسولتو اللي موجود معانا، كونسولتو طبي عن جراحات العمود الفقري. فلو حضراتكم عندكم اي استفسار او اسئله احنا موجودين على صفحتنا، هنستقبل كل الاستفسارات. وزي ما سهير قالت هنسيبكم مع تقرير تبع ويخص صندوق تحيا مصر. يا مصر الحقيقه اللي تم اطلاقه 2014 بتوجيهات من السيد الرئيس لتعبئه الموارد المحليه وللشراكه والمسؤوليه المجتمعيه من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني، انه يبني مصر ويساعد اهالي مصر بايادي مصريه وبموارد وطنيه. جينا عشان نقول للاهالي بتوع الاسمرات احنا معاكم وحاسين بيكم وجايين عشان ندعمكم ونساندكم بشتى التدخلات. الحمد لله احنا النهارده عندنا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر موفرين 6000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، وأيضا موفرين 6 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية. زائد بمناسبة دخول عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير،
موفرين لكل أسرة من 6000 أسرة 10 قطع ملابس. ما نسيناش ذوي الاحتياجات الخاصة، احنا موفرين كراسي متحركة وكراسي كهربائية لذوي الهمم. كان في مبادرة لصندوق ناحية مصر بتقدم خدمات للمعاقين وذوي الهمم وكده، مبادرة دعم ذوي الهمم، فأنا اتواصلت على الخط الساخن 15118 الخاص بصندوق ناحية مصر، اهتموا بالموضوع ما ركنوش الموضوع، لقيت الصندوق بيتواصل معايا ان انت تيجي حي الأسمرات المقطم، وان شاء الله والله في سكوتر متحرك او دراجة او كرسي متحرك في انتظارك ان شاء الله. وبس انا النهارده ان شاء الله يعني من الفرحه مش يعني طبعا هبقى استلمت النهارده الحمد لله مبسوطه. صندوق تحيا مصر النهارده بينفذ عدد كبير من المبادرات والخدمات اللي بتقدم لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية بشكل مجاني تماما وبدون مقابل، حزمة كبيرة ومتنوعة من البرامج والفعاليات اللي بيتم تنفيذها النهارده لخدمة أكتر من 7000 أسرة من سكان حي الأسمرات. مش بس كده، عدد كبير من الفعاليات عاملين حاجة النهاردة في الأسمرات عشان نفرح بيها كل عرايسنا، في حفل غنائي كمان موجه مخصوص ومعمول علشان خاطر العرايس يفرحوا معانا، ونفضل دايما شعارنا في صندوق تحيا مصر نتشارك. احنا الأسمرات كل يوم في جديد، وكل يوم صندوق تحيا مصر بيتحفنا بكل ما هو جديد. النهاردة العرس مش عرس الأسمرات بس، ده عرس على مستوى الجمهورية كلها لزواج 100 عروسة من أبناء جمهورية مصر العربية من جميع المحافظات، من الايتام متجهزين تجهيز كامل، وده مش جديد، مش جديد بالصندوق. وعشان كده مصري يا اولاد، مصري يا اولاد. المبادره النهارده في حي انا قريب جدا لقلبي، حي الاسمرات، وانا صورت هنا قبل كده. الحقيقه انا شايفه 100 عريس وعروسه فرحتهم كبيره جدا، دي مش اول مره لدكان الفرحه ومش اول مره احضر مع الصندوق، لكن النهارده اليوم اتركز مع دكان الفرحه اللي فيه الحاجات اللي احنا هنشوفها دلوقتي واللي هتتوزع على 100 عريس وعروسه. تحيه كبيره جدا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخطوات الكبيره والخطوات الجريئه اللي بياخدها لدعم ومساندة كل الأسر المحتاجة، وخصوصا النهاردة طبعا شباب وبنات بيتم زواجهم، تقريبا أكتر من 100 فتاة وفتاة إن شاء الله نشارك في إسعادهم النهاردة، ويكون وجودنا معهم يعني يضفي البهجة عليهم وتكون ليلة جميلة. التالي، متى تكون جراحة الظهر فكرة جيدة؟ تعد أمراض العمود الفقري من أكثر الأمراض انتشاراً، والتي قد يلجأ الأطباء فيها إلى الجراحات، لكنها قد لا تكون ضرورية إلا نادراً، وتختلف طريقة علاج إصابات العمود الفقري من حالة إلى أخرى وفقاً لأسباب الإصابة وطبيعة جسد المريض. وقد تكون جراحة الظهر خياراً مطروحاً في حال عدم نجاح العلاجات الأخرى، والتي تتضمن أنواعاً مختلفة من بينها الانزلاق الغضروفي والهشاشة ودمج الفقرات وغيرها. فمتى نلجأ إلى جراحات العمود؟ وزي ما التقرير اللي احنا كنا بنشوفه من شوية بيقول، امتى اقرر اعمل عملية جراحية في العمود الفقري؟ انا عارفة ان كتير من المشاهدين ممكن اللي بيكون عندهم المشكلة دي بيبقى عندهم رعب، فكرة ان انا عندي عملية وداخل اعمل عملية في العمود الفقري، لان اول حاجة بتيجي تفكر بنفكر فيها ايه ده، يعني لا تتشل، لا يحصل لك حاجة، يا عم ما تعملهاش في مصر، اعملها برا مصر، يا عم هناك ده بالمنظار وبالحركات تتعمل. بس في حقيقة الامر الحلقة دي معمولة علشان نقول لكل مشاهدينا ان اكتر مكان سيف وقوي وجيد وممتاز لأي عملية في العمود الفقري أصبح عندنا هنا في مصر.
ازاي، ايه هي الحاجات اللي بتستدعي فيها ان احنا نخش اوضه العمليات، ايه الحاجات اللي بتستدعي ان احنا ممكن نعالجها بنظام غذائي و يعني زي بعض الحاجات اللي اسمها ايه يعني التأهيلية ممكن تفيد، وحاجات كتيره جدا نقدر نعرفها من الكونسلتور الموجود معانا النهارده ومنورنا. بدايه بطبعا حبيبنا نقول له الف سلام عليك دكتور محمد صوان، استاذ جراحه المخ والاعصاب. اهلا بحضرتك والعمود الفقري. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك العيني. اول مره تكون موجوده معانا وسعداء بوجودها دكتوره ماري نصيف، استاذ مساعد العلاج الطبيعي كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره. اهلا وسهلا. وطبعا صديقتنا يعني نيوتريشنست كبيره جدا دكتوره رانيا الصباغ استشاري الجهاز الهضمي والتغذيه العلاجيه. اهلا وسهلا. وصديقنا ايضا دكتور ياسر عز الطه استاذ ورئيس قسم الروماتيزم والمناعه جامعه الفيوم. اهلا وسهلا بحضرتكم، كونسلتور رائع. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا ومن جد تحيه لكل المشاهدين. واعتلال العمود الفقري او امراض العمود الفقري اكيد ليها انواع مختلفه من العمليات. ايه بقى يعني ايه اكتر العمليات شيوعا او اكتر الامراض اللي نتيجتها بتبقى عمليات؟ اول حاجه انا برحب بحضراتكم وبالساده المشاهدين، وخلينا نجت للنقطه على طول مباشره. الحقيقه معظم عمليات العمود الفقري مقسومه الى ثلاث اجزاء رئيسيه. جزء مختص بتخفيف الضغط على الاعصاب، سواء الاعصاب دي الاعصاب داخل العمود الفقري او النخاع الشوكي نفسه اللي هو المصدر بتاع الاعصاب الفرعيه بتاعه العمود الفقري، او الجزئيه الثانيه مختص بتوسيع القناه العصبيه. في بعض الناس عندهم القناه اللي ماشيه فيها النخاع الشوكي ضيق، دي محتاجه عمليات توسيع. الجزء الثالث ده مختص بالخلل في الاتزان المحوري بتاع العمود الفقري، يعني واحد عنده فقره متزحلقه على فقره محتاج يتثبت، حد اتولد وبنشوفهم كتير جدا دول في الاطفال او في الشباب الساده المشاهدين بيشوفهم، حد عنده انحناء او اعوجاج في العمود الفقري اللي بنسميه الجنف او السكوليوزس، ده برضو بيحتاج لتدخلات جراحيه. ثلاث او اربع معلومات مهمه احب الساده المشاهدين كلهم يبقوا عارفينهم للاطمئنان وللمعلومات العامه. واحد، نسبه الاحتياج للعمليات في العمود الفقري اولموست من 1 إلى 2%، واكتر من 98% ما بيحتاجوش، بيحتاجوا شغل معانا كفريق متكامل زي ما هنقول. بس اللي بيحتاجوا جراحه منهم هو ده الجديد اللي جايين نتكلم فيه. ايه الجديد في الجراحات وايه العلامات اللي لو شفناها الحق روح للدكتور لان عندنا مشكله جامده. واحد، ممكن يبقى فيه بدايه الم ما بيتحسنش رغم ان انا باخد ادويه ومسكنات ومضادات التهابات وحاجات بتثبت جدار العصب، والالم بيبقى ماشي من الظهر وبيسمع في الفخذ وفي الساق وبيوصل لغايه صوابع رجلي. لمده قد ايه اروح لو اقل حاجه سؤال مهم جدا يا سهير هانم، ان هو اقل حاجه اسبوعين، يعني بعد اسبوعين ابدا اقلق وهو بياخد علاج. الحاجه الثانيه، لو كان بدا المريض او الشخص يحس بضعف في جزء من الساق وفي الخلفيه في اشعه الرنين عنده غضروف مثلا ضغط على العصب بتاع الجزء ده زي لوحه المفاتيح بتاعه الكهرباء بتاعه البيت مثلا، ده بتاع الليفنج، ده بتاع كذا، المشكله في حته الريفيرال بتاعها او المرجعيه بتاعتها على الاشعاعات متاثره، ادي تاني حاجه. الحاجه الثالثه، ان المريض عنده عدم تحكم عفوا في البول او في البراز، مش لازم يبقى عنده عدم تحكم كامل، ممكن يبقى حد مثلا بيتوضى في التويلت وهو مش قادر يمسك نفسه بيبدا يحصل دريبلنج او تنقيط للبول نقطتين ثلاثة قبل ما يخش، ده علامة إمرجنسي، علامة مهمة جدا. والأخيرة إنه يبدأ ما بيحسش بأجزاء من الرجلين، يعني بيقول مثلا أنا والله أنا عندي جزء ده من القدم مش حاسس بيه، فالأول كان ألم ويفرح يقول لك المريض إيه أنا كان عندي ألم ودلوقتي ما بحسش. دي حاجة تحزن، لأن طول ما أنت عندك ألم العصب صاحي، أول ما تبدأ تفقد الإحساس أو يقل معناه إن العصب بدأ يفقد الإحساس في الجزئية دي. طب هل الحاجات دي كلها ممكن يخش يعمل لها عمليات جراحية؟ وهل العمليات الجراحية دي صعبة ولا سهله دلوقتي؟ خليني اقول لحضرتك باختصار، بعد ما بيتشخص بنسمع التاريخ المرضي ويتم الكشف الاكلينيكي على المريض وخلاص التشخيص تاكد بالحاله الاكلينيكيه والانديكيشنز اللي تعمل عمليه والاشاعات، خلاص قررنا نعمل عمليات. العمليات خليني اشبهها بحاجات بسيطه جدا. في كنا زمان نسمع حاجه اسمها جراحه مفتوحه او جراحه محدوده التدخل او جراحه منظار او جراحه مايكروسكوب او جراحه موجهه، هنشرحها في 20 ثانيه. لو انا مثلا الساعه بتاعتي دي وقعت تحت الترابيزه وعايز اجيبها ونشرت الترابيزه
دي جراحه مفتوحه، جبت الساعه بس التيبل نفسها باظت، دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. العظم بتاع العمود الفقري ده نفسه ليه اهميه بمكان ان انا مش عايز انتهك حرمته، او احسن منها هعمل فتحه صغيره في الترابيزه وهجيب الساعه بتاعتي، دي جراحه احسن شويه محدوده التدخل، او في حاجه احسن شويه هدخل ثلاث انابيب رفيعه جدا، انبوبه منهم مصدر ضوء، وانبوبه منهم كاميرا بتوصل لي على السكرين اللي انا ابقى شايفها، وانبوبه ثالثه وركينج شانل بشتغل منها، هي دي جراحه المناظير في كل حته، احسن كمان من محدوده التدخل لان الفتحه اقل والانتهاك لحرمه يعني الانسجه. الثالثه دي هي الافضل. لا لسه فيه، فاهم ازاي؟ الرابعه بقى. الرابعه جاي لحضرتك، حضرتك بتتكلمي صح طبعا 100%. الرابعه بقى يا سهير هانم هي الجراحات الميكروسكوبيه، دي بقى انا ما بنتهكش اي حاجه في اللي ربنا خلقها، انا بفتح الجلد فتحه صغيره سنتي او سنتي ونص، وبحدد مكان الفتحه الاول طبقا للاشاعات اللي بتتعمل جوه اوضه العمليات، والملاح الجراحي اللي بيعمل نافيجيشن زي الجي بي اس بيقول لي المكان فين بالظبط، بفتح عليه فتحه صغيره، وما بشيلش اي حاجه من العظام اللي موجوده، بخش في الفتحات الطبيعيه زي تحت الترابيزه كانها اولموست كانها حقنه، اخش اشيل الجزء من الغضروف اللي ضغط على العصب، مش الغضروف كله، لان الغضروف كله ليه وظيفه ربنا سبحانه وتعالى خالقها. ده التعافي اسرع، فقد الدم اقل بكتير جدا، مده العيان يستمر في المستشفى بتقعد من 12 ساعه الى 24 ساعه ويقوم يروح. خطورة؟ غرزه عليها حته بلاستر قد كده اند ذاتس ات. هل فيها خطوره؟ زيرو خطوره طبعا. يعني العمليات الجراحيه في حاجات وارد حدوثها في اي حاجه، حد عنده حساسيه من البنج مثلا وارد حساسيه من مضاد حيوي. لا انا بتكلم على العمليه نفسها. زيرو زيرو زيرو. انا بطمن الناس والمشاهدين ده يا جماعه مش جديد، احنا دلوقتي بقى عندنا تيم كامل، وانا هقول لكم على خبر اول مره يتقال النهارده في البرنامج بتاع حضراتكم، ان الجمعيه العالميه لجراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري اعتمدت من يومين كليه طب القصر العيني اسم جراحه المخ والاعصاب كمركز تدريبي لجراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري. دي حاجه انبريسيدد، يعني ده اعتراف من العالم ان احنا عندنا ناس مهيئه لمثل هذه العمليات. فده شهاده رائعه. ده حقيقه، ده حقيقه ليكوا والطب القصر والمصر والله كلها. دكتوره ميري، قبل الجراحه في دور للعلاج الطبيعي؟ يعني قبل الجراحة أكيد هيبقى في دور العلاج الطبيعي لو ما وصلناش السيمتمز اللي دكتور صوان قال عليها، اللي هو ضعف العضلات أو ضعف مش قادر يمشي أو ما فيش إحساس في رجليه، أكيد في دور العلاج الطبيعي قبل ما نوصل للمرحلة دي. لازم بنقوي العضلات، لازم بنشوف حاجة بنسميها dysfunction أو الاختلال الوظيفي. بمعنى أنا دلوقتي لو قاعدة على الموبايل لفترة طويلة وعلى طول مادة راسي لقدام، هتبقى العضلات الأمامية دي على طول معايا متشنجة ومضغوطة قوي. كلنا هذا كلنا عندنا ده. This is technology اللي عملت فينا كده. مع التوتر النفسي نبتدي نجز جامد على أسناننا، أو النفس بتاعنا مش مظبوط، تخلي كل العضلات الأمامية دي كلها تتشنج معايا. عضلات دي كلها inserted أو أخيرها فين؟ في عظم. العظم بيعمل لي مفاصل، العظماية الترقوة عاملة لي مفصل مع اللوح هنا من اللوح الورا، يبتدي اللوح يحدف معايا الورا، يبتدي ماسكين الموبايل وبنحدف كتفنا لقدام، كلنا بنعمل الموضوع ده، يبتدي العضلة الأمامية عندي دي تشد، يبتدي الكتف معايا يلوح لقدام، كل ده يعمل لي ديسك أو يعمل لي ضغط على الديسك، ومش بس كده يبتدي يعمل لي ضغط على الوتر بتاع الكتف. دكتورة ماري، كل الكلام حضرتك بتقوليه ده عندنا كلنا، وهل احنا النهارده ماشيين معظم اللي بيتفرجوا علينا ماشيين بمسل ريلاكس؟ وده انا عارفه ان هو غلط خالص. فانا لو انا هسال حضرتك، هل العلاج الطبيعي لمجموعه الالام اللي حضرتك قلتيها مفيده وفعلا بتجيب فايده؟ لان برضو الناس كتير بيقول لك العلاج عمر ما خد وقت وجلسه رايح وجلسه جايه الناس يعني ممكن مش عارفه ايه صح. ممكن ما تدخلناش في جراحات، ما توديناش لدكتور صوان. ممكن لو عرفنا نعمل تشخيص للديس فانكشن بتاعي، يعني انا جالي الديسك ده ليه؟ جالي نتيجه العضلات الاماميه متشنجه، جالي العضلات الخلفيه عندي واللي في الجنب كمان كلها متشنجه، كل ده حرك المفاصل من على بعضها، فبالتالي كل بروبلم او كل مشكله ابتدي الاقي ليها طريقه للعلاج، علاج يدوي للعضلات، العلاج موبلايزيشن للمفاصل نفسها. مش بس كده، عندي كمان اعصاب، عندي العصب بتاع الرقبه الكبير اللي هو براكيال بلكسس بيخرج من هنا، ممكن يتزنق هنا يبتدي يسمع الدراع كله، ممكن ما يبقاش ديسك. طب وده ممكن يساعد بالعلاج الطبيعي؟ طبعا اكيد في ممكن اطالات للاعصاب نفسها وتمرينات معينه لاطاله الاعصاب نفسها. طيب دكتوره رانيا، السمنه
جزء رئيسي تخلينا نروح للدكتور صوان تعمل لنا اعتلال لكل عظمنا ولكل عضلاتنا وكل الحاجات، نعمل ايه؟ هو بصي الفكره كلها ان احنا لازم نحافظ على وزن صحي وكمان العضلات والعظم، صحه العضلات والعظم ديت يعني والوزن الصحي الثلاثه دول الثلاث محاور الاساسيين علشان العمود الفقري يبقى قوي وقادر يتحمل الشغل وكل ان احنا يعني يقول ايه ده يعتبر زي العربيه كده اللي هو الشاسيه اللي هو الشاسيه اول حاجه اللي هي بتساعدك ان انت تقدري تتحركي في الحياه. فاهم حاجه ان احنا نحافظ على وزن صحي وكمان الرياضه، يعني ده بالنسبه لي ان الرياضه وبناء العضلات نخلي العضلات قويه والعظم قوي عشان يتحمل الجسم ويقدر يفانكشن ويبقى قادر انه يشيل نفسه، ما يحصلش بقى ايه ان يحمي مثلا ان الفقرات انها تضغط. لو العضلات قويه والعظم قوي والصحه كويسه والوزن مثالي هيتحمل بقى الضغط النفسي يتحمل بسهوله اسهل بكتير. عشان كده النظام الغذائي المتكامل اللي بيدعم صح الوزن العضلات العظم. ايه بقى النظام الغذائي المتكامل ده؟ اهم حاجه ان احنا نبدا من الطفوله، دي من وجهه نظري، لان الحاجه الاساسيه العظم والعضلات بيبداوا يكبروا من اول ما الطفل بيتولد لغايه بيوصلوا لاكتر حاجه عن الماكسيمم، يعني اعلى حاجه عند سن من 25 ل 30 سنه. بعد كده بيبدا عمليه الايه ان يعني احنا عندنا هرم كده، يبدا الانسان يزيد يوصل للقمه يبدا ينزل. 25 30 سنه ده القمه بتاعتنا كلنا. نبدا بعد كده يبدا عمليه الايه الاحلال التدريجي واحده 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 واحده. فاحنا لو احنا اهتمينا بالرياضه والاكل مظبوط، الحاجات اللي فيها فيتامين د، الكالسيوم، كولاجين، كل العناصر، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، كل الفوسفورس، كل اللي هي العناصر، الفيتامينات زي فيتامين د، فيتامين ك، فيتامين اي، فيتامين الف، دي كلها اساسيه، الفوليك اسيد والاوميجا 3 اللي انا حاجات لنا مجموعه الحاجات اللي انا والبروتين، المجموعه دي هي اساس دعم العمود الفقري والعظم والعضلات. بنهتم بيها جدا في بالنسبه للطفوله بالذات مع الرياضه، يعني لازم الرياضه علشان الرياضه هي زي ما تقول ايه، هقول لكم بحاجه بسيطه، ان احنا في حاجه عندنا في الطب قاعده اسمها ديسيوز اتروف، يعني الحاجه اللي مش هستخدمها مش هتشتغل ومش هتكبر، هتدمر في كل حاجه في جسمنا، مخنا، عضلاتنا. فلازم نبدا نحرك الماشين او الجهاز دوت اللي هو جهاز العضلات والعظم عشان يبدا الدوره الدمويه تمشي، يسحب دم ويسحب مغذيات اللي هي كل الحاجات اللي انا قلت عليها، تبدا تبني العضله وتوصلها لاقوى واكبر حاجه ممكنه. ابدا انا بعد كده بعد سن ال 25 و 30 بقى احافظ على اللي انا بنيته في الفتره دي. احنا نقف هنا نكلم دكتور ياسر عشان نفتح الحوار. دكتور، ايه الامراض الروماتيزميه اللي ممكن تؤدي لاهمالها لعمليات جراحيه؟ طيب هو مهم جدا، بس الاول احنا عاوزين نفرق الام العمود الفقري انت جزئين، تو بارتس، يعني ميكانيكال وانفلاماتوري اللي هو مشاكل ميكانيكيه للجسم ومشاكل مرتبطه بامراض روماتيزم ومناعه. المشاكل الميكانيكيه اللي احنا كلنا عارفينها، مثلا لو واحد قعد لفتره طويله على مكتب او طالب بيدرس لفتره طويله، غضروف طالع مش عارف ايه، العضلات مثلا، الواحد شال حاجه تقيله بيؤدي لغضروف، يضغط العصب، بيعمل له حاجه اسمها عرق الناس او تنميل او كرم نزل من اسفل الظهر الرجل، او مثلا واحد وزنه تقيل او سنه كبير بيحصل فيه خشونه. دي اللي هي الميكانيكال او الام العمود الفقري نتيجه لمشكله ميكانيكيه. مشاكل الالتهابات او الالام العمود الفقري مرتبطه بامراض الروماتيزم والمناعه هم اهم ثلاثه، اللي هم واحد اسمه اللي هو التهاب العمود الفقري المناعي اللي هو انكلوزنج سبوندايلايتس، اللي هو ايه بقى؟ يعني ايه اعراضه؟ اعرف طيب منين التهاب العمود الفقري المناعي ده؟ بيبقى مرض مناعي مزمن. مناعي يعني ايه؟ يعني بيحصل لخبطه في جهاز المناعه. طبيعه جهاز المناعه بتاعنا اللي هو بيشتغل اللي هو اي بكتيريا او اي فيروس بتخش من بره الجسم لجوه الجسم بيهاجمها. الامراض المناعيه اللي هو الانكلوزنج او المرض التيبس العمود الفقري المناعي اللي بيحصل فيه اللي هو المناعه بتاعتنا بتتلخبط، هي مش عارفه جسمك ده تبعك ولا لا، مش عارفه المفاصل بتاعتك ولا لا، مش عارفه العمود الفقري بتاعك ولا لا، فبتدي تطلع مضادات بدل ما تهاجم البكتيريا او الفيروس بتهاجم الجسم نفسه. يبقى الجسم بيهاجم نفسه بالظبط. فهو ده معناها مرض مناعي. في برضو جزء منه استعداد جيني واستعداد وراثي، يعني في حاجه اسمها جين معين اسمه HLA-B27 لما بيبقى موجود ده بيبقى اكتر عرضه الناس اللي بيحصل لهم المرض التيبس العمود الفقري. فده نمره واحد في الامراض المناعيه والروماتيزميه.
في برضو مرض اللي هو الصدفية المفصلية ممكن يأثر برضو العمود الفقري، أو مرض اللي هو التقرحات القولون، التهاب القولون التقرحي اللي هو ulcerative colitis أو كرونز برضو بيأثروا على العمود الفقري. الحاجة المهمة برضو لازم نفرق بين ده والألام اللي عمكانة كيني. ليه التقرحات بتأثر على العمود الفقري؟ لأن دي برضو في مضادات جزء منها التهاب التقرحي القولوني، التهاب القولون التقرحي ده برضو جزء منه من مناعة، بيحصل فيه مضادات برضو بتهاجم القولون بتهاجم العمود الفقري. يعني هو زي مثلا يعني دلوقتي لو احنا عندنا مشكله في القولون نتوقع مشكله في العمود الفقري؟ ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، يعني مش كل واحد نفس بتحصل عنده نفس الكلام. ممكن تحصل، ما هو لازم متابعه بقى، اللي هو ابتدى يحس مثلا اللي هو عنده الام في العمود الفقري، تيبس صباح، يصحى الصبح مثلا غير القولون، لو تلاقي صحي الصبح مثلا عنده تيبس بيقعد مثلا نص ساعه او ساعه قبل ما يقوم من السرير، الم في اسفل الظهر مع الحركه او المشي بيتحسن، لو الالم العمود الفقري دي بتتحرك بتتحسن مع الحركه او المشي، فلازم يتوجه لطبيب، لطبيب روماتيزم او طبيب مناعه عشان يكشف عليه برضه، يعمل له اشعات او تحاليل. فده مهم، يعني اي واحد عنده التهابات تقرحي قولون تقرحي وعنده ابتدى يشتكي من الالم في العمود الفقري لازم برضه ياخد باله. طب دكتور انا هسال سؤال، الالام الروماتيزميه دي لما توصل للعمود الفقري هل تستدعي انها يخش عمليات ولا ممكن حل ممكن يخف بادويه؟ يعني حضرتك انت تقول لا على المريض انه هو يتجه الى عمليه، اجراء عمليه. طيب التهابات العمود الفقري المرتبطه بامراض الروماتيزم والمناعه غالبا يعني تبين 90% محتاجش عمليات جراحيه، يعني بتحتاج الاول كشف، الكشف الدكتور يكشف عليه ويبديله يبتدوا معاه الخطه العلاجيه. الخطة العلاجية هو أدوية علاجية أو تعليمات معينة أو أدوية اللي هي زي الأدوية البيولوجية أو مضادات الالتهاب، ومعظم لكن مش عمليات. لا عمليات دي آخر حاجة، يعني ده زي ما قلت 90% من الناس بيتحسنوا مع الأدوية البيولوجية أو الأدوية مضادات الالتهاب. طيب دكتور صوان تسمح لي عشان ما نفوتش الحتة دي بتاعت القولون، مشكلات القولون بتأثر ازاي على العمود؟ انا عايز اعلق على الحتة دي، لان الامراض زي الدكتور ما قال الالستيف كولايتس اللي هو القولون التقرحي او الكرونز بيبقى فيه مشكلة في امتصاص عموما الكالسيوم وفيتامين د ومعظم المعادن اللي انا قلت لكم عليها، المغنيسيوم كل الحاجات دي بتتأثر تأثر كبير، والعناصر اللي انا قلت عليها دي كلها مهمة قوي وعنصر يعني اساسي. انا ممكن اكون باخد كل الفيتامين ده وما عنديش بالظبط، لو في حساسيه، لو في التهابات او قولون تقرحي او كرونز او كده، فبيحصل ان الامتصاص بتاع الكالسيوم الفيتامين دي المغنيزي كل العناصر اللي هي مسؤوله بقى في المقام الاول على بناء العظم. طب يعمل ايه؟ العضلات، الغضاريف، الاربطه، الجلد، كل ده مبني على دول، فبيحصل ضعف. فبنعمل ايه بقى؟ بنعمل سبلمنتيشن، يعني الناس دول احنا بنعمل لهم سبلمنتيشن عشان ما نقدر ان احنا نعمل زي ايه سبلمنتيشن، ندي حاجات تعويضيه. أيوة كل الحاجات دي بنديها تحاليل طبعا، لازم مع دكتور بتمشي بقى انت مع دكتور تغذيه بيجي لك يعمل لك تحليل كامل لكل عنصر من دول. الناس فوق السن ال 50 مثلا بنبدا نعمل نشوف كثافه العظام. دول الرجاله طبعا، الرجاله بعد ال 70 لكن احنا فوق الستات بنشوف العظم بتاعنا اخباره ايه، الدنيا ايه، الشباب برضو والبنات وكده بنركز معاهم علشان لو في اي اصلا خلل او نقص او هو اثر عليهم نبدا نعوضهم ونديهم وننصحهم بالاكلات المهمه اللي هم ياخدوها يقوموا هم يقدروا يعني ايه، يعني بقى هم لو هم عندهم مشكله في الامتصاص هنقول لهم برضو الاكلات، بس هنديهم السبلمنت اللي بيعوض النقص سوء الامتصاص. دكتور صوان حضرتك قلت ان احنا وصلنا لمرحله من التقدم العلمي ان احنا اصبحنا زي بره عندنا كل حاجه، ده حقيقه، بس الناس بتترعب من فكره دخول وحده عمليات في العمود الفقري. حلقه من اجمل الحلقات النهارده، لان الدسكشن ده والمحادثه اللي تمت دي العالم عملها بعد فتره، اللي هو ايه، قالوا لما يبقى في مريض الاسئله اللي بتتسال للضيوف كلها هو وامتى اروح لكذا وامتى، الناس اختصرت الكلام ده وبقوا يعملوا دلوقتي قبل الجراحه بيعملوا سيشن، السيشن دي فيها دكتور التغذيه والروماتيزم والمناعه ودكتور العلاج الطبيعي. لا لسه هتستغربوا مين كمان بقى الكونسلت اللي احنا عاملينه وحد بتاع سايكولوجي. هقول لك ليه وهنخش على السؤال، عشان المريض يبقى عارف ان هو احنا في الاخر عباره عن خلايا، الخلايا بتعمل انسجه، الانسجه بتعمل جهاز عضلي عظمي، والبني ادم هو عباره عن ده. فانت بتاكلي ايه؟ اقول لك انت مين؟ عايشه ازاي؟ اقول لك انت هيجي لك ايه بعد كده؟ سيمبلي غير الحاجات الوراثيه.
ولازم الشخص الطبيعي، وانا دي رساله لكل المشاهدين، تبقى عارف ان مفيش حاجه اسمها علاج عمود فقري بمنقى عن الحاجات اللي احنا بنقولها، انك لازم تبقى جزء التغذيه. هي دوره كامله، ده حقيقه، ده حقيقه. علاج طبيعي وروماتيزم ومناعه، وايه كمان مهم قوي بيعملوا دلوقتي تقييم نفسي للمريض قبل العمليات عشان توقعاته من الجراحه، كمان طبيب نفسي عشان توقعاته من الجراحه تبقى فعلا توقعات رياليستك. مش كل الناس بتعمل كده، بس مصر بدا يبقى فيها مراكز متخصصه بيعملوا الكلام ده. الجديد بقى اللي يطمن الناس في الجراحات دي، بقت الجراحات دي كلها بتستخدم كل الذكاء الصناعي في كل حاجه. يعني مثلا انا من ضمن المضاعفات اللي كانت بتحصل كتير جدا ان ممكن الليفل بتاع الجراحه ما يتحددش بمنتهى الدقه، لان جوه لما نفتح الجسم مش مكتوب دي الفقره رقم 4 و5، مش مكتوب ده. انت بتفتح الجلد الفقرات كلها متناسقه فوق بعض، بتبقى انت عندك لاند ماركس او علامات من بره، بس لازم حاجه جوه تقول لك تحلف لك ان هو ده. كنا الذكاء الصناعي بقى بيعمل مثلا بيقراه احنا عندنا تولز بنستخدمها. التولز دي عباره فكرتها ببساطه اله، الاله دي معرفه بكاميرا ستاند واقف زي الكاميرات اللي موجوده. الاله دي شايفه الاله، الكاميرا شايفه الاله وشايفه متعرفه على اشعه المريض، بحيث ان كل لما احط الاله دي على جسم المريض يطلع لي على السكرين انت عند انهو ليفل، عند الليفل رقم كذا جوه العمليه. فالدقه بتاعه ان انا محتاج افتح فتحه كبيره عشان الاقي حته اعد منها للليفل، لا خلاص انت افتح على الليفل ده بالظبط. اتنين، ما بقاش فيه الفكر بتاع انتهاك الانسجه. يعني كنا زمان بالمشرط، يعني انا عملت الكلام ده واحنا معيدين زمان من 25 سنه، انك انت بنستخدم المشرط في كل حاجه افتح كده. دلوقتي لا، ما بقاش فيه فتحه في الانسجه، بقى فيه ازاحه. يعني بنخش عند مكان العضله ما هي ماسكه في العضل، بنعمل ازاحه ما بنقطعش في العضلات نفسها، بحيث ان احنا نقدر نرجع تقدر ترجعها تاني والراجل يبقى سليم. ما في العمليات الجراحيه دي اي حاجه ليها علاقه بالمفاصل والعظم. انا عجبني مصطلح ما ننتهكش، عشان فعلا في الجسم لازم ما ننتهكش اي شيء. دي حربه فعلا، دي حربه. أيوة طبعًا. عشان ربنا يكرمنا فعلا بنتيجه كويسه. دول بيخلوا المريض، يا جماعه العمليات اللي بتتكلف بره مئات الالاف من الدولارات، وانا عارف انا بتكلم كويس قوي على الارقام دي شكلها ايه، اللي في مصر بتتعمل بواحد على 100 وواحد على 1000 بالكلام ده. بس المتابعه بره اقوى بكتير من المتابعه. موافقك. خلينا نبقى صراحه، خلينا اقول لحضرتك الدكتور بيخلي مسؤوليته من المريض بعد ما بيطلع من اوضه العمليات، ولا ايه عايش قدامه؟ مش ده الروتين. والله انا معاك يا مفيده، صح ولا غلط؟ انا معاكي، بس يعني ولا تقربوا الصلاه. خلينا اكمل الايه كلها. اللي بتقوليه ده في الغالبيه العظمى من الناس، الجراح يا اما ان هو بيخلص العمليه ويبقى ضميره مرضي ان هو عمل عمليه كويس قوي، ساعات ما بيبقاش بيبذل القدر الكافي مع المريض انه يفهمه ان في حاجات بقى لاسباب الالام معاها غير جراحيه. فانا بقول للمريض مثلا اللي معايا، والله احنا هنعمل الجزء ده، بس انت من قبلها لازم هتكمل مع بتاع العلاج الطبيعي ومع بتاع الروماتيزم والتغذيه عشان نوصل للجزء الامثل. نيجي بقى للدكتوره مين بالظبط بعد ما عملنا العمليه؟ وصلنا للاسف لازم نعمل عمليه، عملنا العمليه نعمل ايه بقى؟ ده دور العلاج الطبيعي هنا مهم جدا. ايه بيعمل ايه علشان يحافظ لي على النتيجه او يعمل لي النتيجه كويسه جدا؟ بالظبط. ولو كان المريض صغير في السن يعمل ايه، ولو هو كبير في السن مفروض ان هو يعمل ايه؟ خلينا الاول نصنف العيام زي ما دكتور صوان قال، الجزء السايكولوجي، ان في حاجه دلوقتي اسمها بايو سايكو سوشيال. يعني ايه الجزء العضوي اللي موجوع عندي، والجزء النفسي والجزء الاجتماعي؟ بمعنى انا ممكن دلوقتي جاي لي عيان كل ما بيرفع كتفه بيتوجع. في نوع من العيانين هيقول لك لا انا هخلي كتفي جنبي مش هحركه. في نوع تاني من العيانين هيقول لك لا انا هضغط على نفسي وهستعمل كتفي بزياده. ده غلط وده غلط. ده خلاص حصل ديسيوز زي ما دكتور قالت، يوز ات اور لوز ات، اللي هو يا اما تستخدمه يا اما مش هتستخدمه خالص. يا اما النوع التاني هيأذي other structures، هيأذي المفصل بتاعه اكتر. في نوع تالت اللي هو كلنا فيه، المال ادابتيف ستريس، او اللي على طول احنا في ستريس، او على طول على طول تعبانين وجوه في الشغل متضايقين في الشغل متضايقين، مديرنا مطلع عينينا، في البيت العيال صوتهم عالي، مصاريف، كل ده ستريس بيطلع حاجه اسمها كورتيزول. عندي حاجه اسمها اتش بي اي اكسس بتطلع الكورتيزول، بتخلي عندي وجع مزمن. لازم تدي بقى نصنف نشوف نوع العيان ده، هل هو خواف، ولا هل هو ده عنده ستريس بزياده، ولا هل هو ده كاتاستروفايزنج. في ناس بتقول لك انا عرفتي هتعمل ايه، نبتدي هنشوف بقى، اشوف الديسفانكشن، الجزء البيولوجي عندي بقى، الجزء ده ايه مشكلته فين؟ هل جزءه بس ان الديسك فيه مشكله بعد العمليه؟ لا، هيبقى عندي جزء عندي
عضلات، عندي جزء كمان مفاصل، عندي جزء أعصاب، هبتدي كل مشكلة من دول هبتدي أختار ليها علاج معين، علاج يدوي للعضلات المتشنجة، علاج موبلايزيشنز للمفاصل للمفاصل، ممكن أبتدي أعصاب أبتدي أعمل لها ستريتشنج معين، بيبقى ليها بنسميها نيورو داينامكس أو جلايدرز وسلايدرز، دي كلها ليها طرق عشان نقلل البين ده كله. أكوردنج للبيشن أكوردنج للعيان نفسه هبتدي على حسب هو ستريس، هبتدي هديله هبتدي بالعلاج النيورال الاول، هبتدي بالمانيول الاول. هل المريض اللي دايما بيعاني من الاسترس وجي لحضرتك واتعالج، ازاي تضمني ان الاسترس ده ما يرجعهوش تاني لنفس الحاله؟ عشان كده محتاجين دكتور سايكولوجي أو قبلها كمان. ماري بتتكلم كويس قوي، بس في جزئيه انا ممكن نوع العيان ده استكمالا للحديث، لما بلاقي عيان هس يعني خواف، مش خواف كاتاستروفايز يعني، انا 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 بحترم جدا ان المريض يسال 10,000 سؤال ده حقه. لكن ساعات هو شاكك في كل حاجه. طب وتعقيم الالات، ما هو ده روتين هيبقى كويس. طب ومش ممكن يحصل خطا يا جماعه؟ ما ممكن يحصل، مش فيش خطا بس في وارد مثلا يجي لي حساسيه. طب ونسبتها قد ايه؟ النوع ده بيصعب عليا، عارفه ليه؟ الفضول السلبي. ايوه ده هيموت، هيموت بنفسه. انا هركز بيه هو هيموت نفسه. فده حل للمريض ده ايه؟ نطمنه ان الاجراءات اللي بتتبع اللي بنتبعها دي هي نفس الاجراءات الموصى بيها في الجمعيات العالميه عشان الامان. لكن لو اي حاجه حصلت دي حاجه وارد حدوثها يتقبلها. نوع المريض اللي ما بيتقبلش ده جحيم ما بعد الجراحه. ليه بقى؟ لان في عيب في مصر خطير، يعني اللي هو اي جراح عمل غرزه واحده في عيان اي حاجه. انا بيجي لي مريض النهارده الصبح في العياده حد عنده حاجه تانية خالص حد عنده حاجه في المخ، فاهم ازاي؟ صباعه رجل صغير بينمل ملهاش دعوه، وساعات بيجي لي الحته دي بتوجع والله العظيم ملهاش دعوه. يعني في بعض الناس بتتخيل، لان الاستجما بتاعت ان حد عمل عمليه اي حاجه في اي قاعده للثقافه بتاعتها في مصر من العمليه. طب دكتور ياسر فايبروميالجيا. دي مرض في العضل. احنا عندنا مرض العصر. كل الناس عندها فايبروميالجيا وبيحتار الناس في تشخيصه، وبنحتار احنا عندنا ايه. ايه بقى؟ مش بنحتار احنا. طيب. كلنا مرضى فايبروميالجيا. طب لا مش كلنا، هقول لا يعني احنا كلنا المعاناه والوجع الجسم والمفاصل كلنا نعاني منها، والرقبه احنا عندنا. لا انت تبقى الوحيد. فعلا فايبروميولوجيا، وامتى تبقى عضلات اعصاب عظم؟ الفايبروميولوجيا دايما بيجي من طبعا بيصيب اكتر السيدات، بيجي دايما بتلاقي واحده جات لك العياده هو لازم بيجي بيعانوا طول الوقت دايما الضغط النفسي والعصبي الاستريس الكتير، لما بتاخدي منها هيستوري تلاقي مشاكل في البيت في الشغل. هي كلنا بنتعرض لضغط نفسي وعصبي، بس في ناس بتعرف تتعامل مع الضغط النفسي والعصبي ده، ناس ما تعرفش. فللاسف الشديد الضغط النفسي والعصبي ده بيأثر عليهم، بيأثر على عضلاتهم. فالفايبروميالجيا اللي هو الروماتيزم العضلي الليفي اللي بيحصل، اللي هو الاشاره العصبيه اللي طالعه من عضله المخ تبقى زياده عن اللزوم. يعني المريض مثلا انا لو جيت لو حضرتك مثلا اي حد مسك ايدي في اشاره عصبيه طالعه من عضله المخ، لكن بالنسبه للفايبروميالجيا بيشنتس او مريض الفايبروميالجيا الاشاره العصبيه بتبقى زياده عن اللزوم. مجرد اضغط في اي منطقه في الجسم هتلاقيها فيها الم شديد جدا، ودايما بيبقى مرتبطه باضطرابات القولون، بيبقى بيهم صداع، زغلله، تنميله وكهرباء. ودايما السيدات سنهم صغير. ايوه بس ده بيحصل للناس كتير، وخاصه لما يعملوا علاج طبيعي يدوي او مساج فيلاقوا كل نقطه في جسمهم. أيوة ما دي تبقى بتصرخ من الالم. أيوة هم ده فايبروميالجيا 18 نقطه، لو جمعنا 11 من 18 دي حسب توصيات الجامعات الاوروبيه والامريكيه، ده بيبقى معاه فايبروميالجيا اكتر. وطبعا ده ملوش علاج. لا ليه علاج، بس هو 50% على الدكتور و 50% على المريض. طب ايه علاج الفايبروميالجيا؟ هل الفايبروميالجيا ليها علاقه بالفيتامينز؟ ناخد طبعا هو نقص الفيتامين دي، ولو في مشاكل في الغده الدرقيه بيؤدي الى الام عضليه. فمبدئيا لازم نستبعد الحاجات دي، يعني لازم نعملها تحليل كالسيوم فيتامين دي غده درقيه عشان نستبعد خالص اي مشكله ثانيه، لان الفايبروميالجيا ديزيز اوف اكسكلوجن يعني هو مرض خلل مناعي، نستبعد كل حاجه الاول عشان نقدر نقول ده فايبروميالجيا. هل لو حد عنده الفايبروميالجيا واحنا كستات في مصر بنكسل ان احنا نروح لدكتور مناعه وروماتيزم ونسيبها بمسكنات، مع الوقت ممكن يتطور لشيء اخطر؟ لا هو ما هو ميزته اللي هو ما يمسكش الاعراض الداخليه بتاعت الجسم، يعني ما يمسكش ولا كبد ولا كلى ولا يعمل تورمات في المفاصل. لكن طول الوقت انت كانك مش قادر، المريض نفسه مش قادر، يعني مش قادر يشتغل، مش قادر بالظبط، مش قادر يتعامل مع حياته الطبيعيه. فده بيبقى مشكله كبيره على فكره، استرس وضغط نفسي وعصبي وقاعد في البيت على طول، مش عاوز يخرج، مش عاوز يشتغل. فده بقى عبء على المجتمع وعبء على نفسه، مش قادر يخدم بيته ولا اولاده.
فده مهم ان هو لازم يروح لطبيب او استشاري روماتيزم عشان يتابعه. طب والعلاج لو في غده درقيه كده الفايبروميالجيا موجود مدى الحياه؟ كسل الغده الدرقيه بيؤدي الى انف العضلات بس الفايبروميالجيا بتبقى اصعب من مشاكل الغده الدرقيه. يعني مشاكل الغده الدرقيه بيؤدي لشويه الام عضلات مثلا في الكتف في الظهر، لكن الفايبروميالجيا بتبقى ماسكه الجسم كله من الاول الشعر لغايه الرجل. فدي الفرق. فاذا الوجع بتاع العضلات وبتاع اي علاج طبيعي او مساج مش شرط انه يتشخص فايبروميالجيا، ممكن يبقى ارهاق لا ممكن يبقى ارهاق عادي بس ده بيبقى انا شخصت نفسي دلوقتي. لا حاجه مش بريد الفايبروميالجيا في حاجه كمان مميزه قوي يا جماعه، ان اللي عنده الم دي في عضلي او حاجتين مميزين جدا ليه. لما تسمعي العيانين كتير بقى في الحياه بيجوا العيادات بيقولوا ايه؟ اول حاجه بيقول لك انا بقوم من النوم تعبان، يعني بينام يوم النوم تعبان. الحاجه الثانيه يقول لك انا الانرجي بتاعتي قليله قوي. الحاجه الثالثه المريض بقى بيقول حاجه كاركترستيك جدا او مميزه جدا، انا المود بتاعي يعني انا مش مكتئب يا دكتور بس يعني ساعات كده الحاله المزاجيه مش احسن، يعني حد يعدي عليا يلا يا عم محمد يا صواد ننزل نتعشى، لا خليني قاعد كده قاعد في البيت مش مكتئب، بس هو بنسميها المود بتاعه لو او الحاله المزاجيه لو. واللي اتقال النهارده ده من الاهميه بمكان يخلي المواطنين والمشاهدين كلهم يعرفوا ان العلاجات التقدم الحديث اللي حاصل ده موجود في مصر، واحد اتنين ان الموضوع مش بطل عالم قمه جبل الجليد، لا ده لازم الموضوع الشغل ده شغل تيم وورك، ولازم تقضي وقت مع المريض عشان تفهمه ان الالام دي ممكن تاخد شويه وقت عشان تتحسن عشان توقعات الناس تبقى واقعيه. ان انا اتفضل يا فندم، في ناس كتير جدا عندهم مشكله التنميل في اجزاء في جسمه بتروح وتيجي، واحنا برضو ده من بعد الكورونا على فكره. من بعد الكورونا صح حضرتك بتتكلمي صح 100%. واحنا كمصريين ممكن نكبر دماغنا، بس التنميل بجد احنا ممكن، انا ممكن اصحى الصبح الاقي جزء من ايديه منمله، ممكن نبقى قاعدين في مكان ينمل لوحده. في صديقه لينا بعتلنا على الفيسبوك بتقول ان رجليها عندها تنميل دائم، ايه اسباب التنميل؟ خليني اقول لحضرتك النقطه دي، دي رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني اي ربنا بيبعت اعراض، الاعراض دي الارم جرس انذار يا جماعه في حاجه بتحصل هنا مش كويسه. الاعصاب باختصار في الجسم ثلاث انواع، نوع بيدي امر حركه، ونوع بيحمل احساس، ونوع تاني اللي هو المهم في حياتنا ربنا مش حاطط لنا فيه تحكم، اللي هو اللي بيشغل عضله القلب وبيشغل النفس، والا لما ننام نموت الكلام ده هيقف. الاعصاب بتاعه الاحساس هي دي مصدر التنميل، يحصل حاجه من الاثنين. اول حاجه يبقى في فعلا استثاره للاعصاب طرفيا، الاستثاره دي سواء العصب طرفي حاجه بتاذي فاهم ازاي، زي مثلا مواد ميتابولايتس او مواد بتاعه ناتج عمليات الايدم متجمعه، حد مثلا عنده ضعف في الدوره الدمويه في الساق، حد عنده مواد كيميائيه معينه اتجمعت حواليه، حد عنده سكر مش متظبط، حد عنده امراض كلى نسبه يوريا، كل ده يعمل جزء من السميات حوالين العصب اطراف الاعصاب تنقل النبضه الكهربائيه في صوره تنميل قبل ما يبقى فيه الم. او بيبقى تخيلي بقى ان التنميل ده في جزء من الجسم ممكن يبقى علامه ان في تاثر في النخاع الشوكي في جزء معين، يعني مثلا في حاجه اسمها التهاب عرضي في النخاع الشوكي، ده شبه الام اس او التصلب المتناسب. ممكن تبقى بدايته فقط في التنميل، مجرد تنميل في حته من الوش، بس يتكرر كتير في حته من الوش او حته من الجسم. طب والرجلين؟ التنميل الرجلين عاده بنقول الحاجات الدارجه عاده التنميل الرجلين بيبقى التهاب في اطراف الاعصاب عاده، يعني اكتر من 90% التهابات في اطراف الاعصاب. بس ايه اللي حسينا بيه بعد الكورونا؟ انا هقول لحضرتك، لان ما بعد الكورونا خلينا متفقين ان ده فيروس وجهاز المناعه بيهاجم الفيروس ده باختصار. لما بيحصل الفيروسات بتعمل خلل في جهاز المناعه في نسبه مش قليله من الناس، يبدا جهاز المناعه بيخطئ التعرف على انسجه الجسم. والجهاز المناعه ده انا بشبهه دايما عامل زي البركان، احنا قاعدين كده على فوهه بركان ينفجر في اي لحظه. لو ضرب جهاز المناعه الاعصاب، مين اكتر عصب حساس وسنسيتيف وقريب قوي متاثر؟ الاعصاب الطرفيه، لسببين. واحد، هي بعيده عن المركز بتاع الجسم، فالتغذيه بتاعتها اقل تغذيه موجوده فاهم ازاي. اتنين، سريان الدم في الاطراف اقل بكتير جدا من المركز، يعني السيركوليشن وسرعه الدوره الدمويه، فبالتالي لو في حاجه اتجمعت حوالين العصب التنظيف بتاع الحاجه دي او الوشنج هيبقى ابطا، فبيعرض العصب اكتر ان هو يبقى عرضه لما بعد الالتهابات المناعيه ما بعد الاصابه بالكوفيد، ويعمل التنميل اللي حضرتك بتقول عليه في الرجلين. حضرتك قلت ان احنا عندنا ثلاث انواع من الاعصاب، الاعصاب الحساسه اللي حسيه وحركيه ولا اراديه. في ناس بيبقى عندهم ده ما كانوش وبقوا الاحساس بالسقعه زياده، احساس ال 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 ال
التيبس او تحس ان الجسم وقف، هل ده نوع من انواع الامراض طبعا اللي ممكن ان احنا بنتكلم طبعا عليها؟ النوع ده في الطب يا جماعه بيعرف بحاجه اسمها، احنا ما بنقولش مصطلحات انجليزي بس ده مصطلح اسمه ديسثيزيا، يعني خلل في الاحساس. وده انا هقول لك على حاجه، اول ما هقولها تقول ايوه انا اعرف ناس كتير كده، لو واحد لما يجي ينام لازم يعري رجليه وهو نايم يقول لك انا رجلي بتتحرر، ما سمعتيش الكلام ده قبل كده؟ ايوه رجليه حاسس مثلا حتى في الشتاء يقول لك انا انام اتغطى بس مش عايز اغطي رجليا، انا حاسس ان رجليا وكل ما تسقع ادخلها مثلا، هو ده انا بعمل كده. دول بيبقى احنا بنلبس ثلاث شرابات مثلا تقريبا مراتي عاده ممكن يحصل ايه؟ بيحصل ان طريقه نقل العصب في جزء معين لو حصل فيه خلل الاعصاب دي بتغذي، دي السر، بتغذي الجدار بتاع الاوعيه الدمويه، لو ممكن ينقبض او ينبسط، لو انقبض المريض هيبقى عنده دايما احساس بالسقعه، ده انا حته ساعه لان هو بيدي نبضه مش طبيعيه، ولو ادى امر ان الاوعيه الدمويه اللي في الاطراف تنبسط او تريلاكس او تدايليت الدمويه هتبقى كتيره، يقول لك المريض دايما يقول لك انا حران الحته دي حرانه زياده عن اللزوم، وزيها زي مين الناس اللي بتجي لها تعرق في ايديها، ما تسمعيش ان فلان بيبقى عنده ميه في ايديه على طول، أيوة تيجي تسلمي عليه تلاقي ايديه على طول مبلوله وكده. هو نفس الطريقه، هو نفس المشكله بتحصل في اي وقت، ده بيبقى خلل في الاعصاب، ده بقى في الاعصاب السيمباثيتك او اللا اراديه، فاهم ازاي، والباراسيمباثيتك الاتزان ما بين الاثنين دول. طب ايه السبب؟ السبب الحقيقه ان غير معروف في ده، بس ارجعوه الى انه بيحصل بعد التهابات فيروسيه بيخلص بيبوظ برضو جهاز المناعه، يبدا يهاجم المراكز الاعصاب اللا اراديه وتحصل للمرضى الاجزاء اللي موجوده دي. فهو في الاخر احنا جسمنا عباره عن شبكه كلها متصله ببعض. ده حقيقي. طب المود بقى يا دكتوره رانيا اللي اتكلم عليه الدكتور صوان، لما تصحي تلاقي المود بتاعك مش مكتئب بس مودك واقع كده، او لو جسمك فانا مثلا بتعامل باكل شوكولاته، انا باكل شوكولاته، فالشوكولاته الحمد لله انت محظوظ، فالشوكولاته دي حتى لو دارك فيها سكر، فالسكر ده انا طول الوقت اللي هو عندي هاجس ان انا عشان الشوكولاته اللي انا باكلها دي انا الاعصاب عندي بيحصل فيها التهاب، لانها السكر بيزود الالتهاب في الجسم. ده كلام صحيح؟ بصي هو الفكره الشوكولاته كشوكولاته الدارك شوكليت او السكريات، لا يعني السكر، خلينا نخرج من حاله العموم الناس، الدارك شوكليت ديت غنيه بالمغنيسيوم، وعنصر المغنيسيوم ده عنصر كويس جدا وفعال علشان الـ يعني الفانكشن بتاع الجسم كله بما فيهم المود كمان، فهي ممكن بتكون بتنهانس المود كدارك شوكليت لوحده. لكن السكر بقى دوت مشكله كبيره جدا جدا، لان في ناس بتبقى عندها فكره ان انا مثلا ممكن اخد سكر عادي ده مش هيتعبني لو ما اخدتش سكر كتير، لكن في حقيقه الامر السكر مش بس السكر اللي بنحطه في الشاي، السكر داخل في حاجات كتير قوي، العصاير اللي بتتشرب دي كلها سكر، الحلويات كلها سكر، الكل الكيكات كل ده سكر، العيش والمكرونه، العيش والمكرونه والفاكهه وكل ده سكر، فعلشان كده احنا لازم السكر ده بقى نحجمه ونبدا نفهم ايه ازاي ناخد السكر من السورس او المصدر الامن اللي هو انا ممكن اخد حاجه اللي هي ايه مثلا، انا من وجهه نظري الفاكهه، سكر الفاكهه ربنا خلقه ان هو يعني لو اتاخد بالسيرفنج او الحصه اللي يعني مثلا لينا من 4 لـ5 حصص فاكهه في اليوم، لو اخذتهم في مواعيد مظبوطه هقدر ان انا اخد مع الخضار والفاكهه، لان الخضار والفاكهه والحبوب الكامله كل دول بيدوني سكر، بس سكر امن، يعني انا جسمي يقدر يعني السكر اللي انا هستخدمه بالظبط على قد الحركه والمخ وكده من غير ما يتخزن في جسمي، لان المشكله بقى كلها هنا تخزين الدهون في الجسم بالذات حوالين منطقه البطن ديت، هي دي بتبقى مصنع للايه للالتهابات يعني زي ما نقول ايه الماده الاخيره اللي بتطلع بتبقى هي التهابات، بقى هي اللي بتعمل التهابات في الجسم كله، بتعمل الالام اللي بتقولوا عليها زي الام الفايبرومايالجيا اللي بتبقى منتشره في الجسم كله، المود اللو مود اللي انا حاسه ان انا متضايقه، كل ده بسبب السكر اللي تخزن دهون حوالين منطقه البطن، الدنيا المنتجات دي عملت لي كل المشاكل دي. عشان كده انا من وجهه نظري ان احنا عشان احنا بقى نرفع المود بتاعنا ناكل فاكهه وخضار حبوب كامله ونلعب رياضه، ونلعب الرياضه هي انا بقول نمره 1 و2 و3 لرفع المود، لان احنا بنرفع الاندورفينز اللي هو المورفين الطبيعي الناتشرال المورفين اللي موجود جوه المخ اللي بيديني سعاده وانبساط، فانا لو حطيت كل يوم نص ساعه امشي
هيرفع لي المورفين اللي في الدماغ، وبالتالي هديني سعاده طبيعيه ويقلل لي احساس ان انا عايزه حاجه فيها سكر كتير. دكتوره ماري، لو حضرتك تقدري تدينا نبتديها ازاي لو احنا ناس ما بنعملش اي نوع من الرياضه، عندنا دايما الشكوى بان احنا بسبب ان احنا ما فيش جسمنا ما بيتحركش فجسمنا بيوجعنا طول الوقت، تقدري تقولي لي ابتدي ايه هي الحاجات الصح، الرياضه الصح، القعدات الصح، المشي الصح اللي يبتدي الجسم فيه يبقى متهيئ ان هو يبقى هيلثي شويه، بدل ما نفضل طول الوقت عمالين نديله في سبلمنتس رايح جاي سبلمنتس رايح جاي. اوكي، خلينا نبتدي الاول بحاجه اسمها postural awareness، بمعنى انا قاعده دلوقتي ماسكه الموبايل راسي طالعه لقدام، لازم ابقى حاطه في دماغي ان انا اعمل تشين ان، ان انا افرد ظهري، ان انا اجيب السكابيولا كده باكورد، ان انا بقعد رجل على رجل، بس ما بتبقاش هي دي الدوميننت على طول، اقلب بتوين الاثنين عشان انا لو حطيت واحده فوق يبقى على طول الناحيه دي بس اللي هتبقى قصيره، هترجع لي ان وجع الظهر، ممكن اقلب بتوين سويتش بتوين بوث سايدز. ايوه احنا بننسى يعني اغير بالظبط، اغير ده بنسميه postural awareness، اخد بالي انا قاعده في المكتب كل شويه تشين ان، افرد ظهري، اقوم اتمشى كل نص ساعه، ما بقاش قاعده في المكتب اكتر من نص ساعه، هنا صفى انتباه بالظبط كده اكزاكتلي. واليوجا كمان بيقولوا ممكن يسهل لي يعني عضلات، هو انا ما بحسش ان المشي بيخسس، لكن انا ممكن اقول والله ما بيخسس، والله بيخسس لو مش اكتر من بيخسس، بس لا كل يوم بس تمشي مده تشوف النتيجه بعد 3 شهور، وبعد كمان يا جماعه بعد 20 دقيقه، لان اول 20 دقيقه ل 22 دقيقه انت بتستخدم. طب انا بزهق. لا ما هو بصي السر بقى، السر يا مفيده هي ده، المشي في اول 20 دقيقه الى 22 دقيقه بيستخدم السكريات اللي في الجسم العاديه، وبعد كده بيستخدم السكريات المخزنه والدهون. هو الحرق بيبتدي بعد ال 25، يعني انت الحرق بعد ال 25 يعني انا امشي في غالي موسيقى وانبسطي اراوند. لا نبتدي الاول بربع ساعة. ساعه، ما ينفعش ان واحد ما يعرفش يمشي خالص يبتدي على طول بساعه، انت هتلاقي الجسم كله مجوع. طب انا هستفيد بيها ايه؟ النفس بتاعك كويس بالظبط، نبتدي نزود الكارديو فاسكولار، نبتدي نزود الكارديو فاسكولار انديورنس بتاعي، انا النهارده مشيت ربع ساعه، بعد كده هيبقى تلت ساعه، بعد كده هبتدي اكومباين امشي تلت ساعه واجي لي دقيقتين كده كده، انا غيرت الميتابوليك اكتيفيتي بتاعي. كمان حاجه دلوقتي بجد يعني يعني انا لو في الصيف ربع ساعه وجريت دقيقتين بنغير كده الميتابوليك اكتيفيتي. في الصيف السباحه، السباحه حلوه قوي، دي بتحل حاجات كتيره جدا. اليوجا دي كنت لسه هقول عليها، الماسل فلكسبيليتي او ليونه العضلات، كل المشاكل اللي بتحصل نتيجه للقعدات الغلط بتاعتنا، والليونه نفسها العضلات نفسها الاورجن سيرف بتاعتي بتقصر معايا، مش بس العضلات اللي بتقصر، لا كمان الحاجه اللي بنسميها الفاشيا اللي هو عباره عن زي الاخشيه الضمه بالظبط، دي كلها بتقصر معايا، كل ده محتاج اطلاق. لو انا سالت دكتور ياسر، دكتور ياسر هل في تكمله للكلام اللي احنا بنقوله، هل مريض الروماتيزم اي نوع من الروماتيزم، هل الرياضه، هل السباحه، هل الحاجات دي مهمه بالنسبه له، ولا ده اكتر شخص بيقول لك لا مش قادر؟ لا بالعكس، هو التوصيات الجديده للجامعات الاوروبيه والامريكيه مثلا، لو بنتكلم مثلا عن مرض التيبس العمودي الفقري، هو بس ايه اللي بيحصل فيه، اللي هو الاربطه نفسها ده نسيج رخو، المفروض البني ادم بيعرف يتحرك فوق وتحت، يوطي يجيب اي حاجه من الارض والكلام ده، اللي بيحصل في المرض التيبس العمودي الفقري لو بقاله فتره طويله سنين طويله ما تعالجش او ما تشخصش صح، النسيج الرخو ده بيتقلب لنسيج عظمي، فبيحصل اللي هو المريض مش عارف يتحرك خالص، ولا يوطي يجيب حاجه تقيله، ولا يزق حاجه، ولا يصلي، وحتى ما يقدرش يبص جنبه. فالفكره اهم حاجه بالنسبه يعني الفيرست لاين، اول حاجه في علاج اللي هو المريض التيبس العمودي الفقري ايروبيك اكسرسايز، لازم يتحرك، لازم يمشي، سباحه، فيزيوثيرابي، ده مهم جدا، يعني ده نمره واحد في التوصيات الاوروبيه والامريكيه بالنسبه لامراض الروماتيزم المناعي اللي هي مصاحب ليها الام العمود الفقري، لازم يتحرك. يبقى كده احنا اتفقنا على المشي والسباحه، واللي يقدر يعمل يوجا، واللي طول الوقت صفى وانتباه ينتبه، وان احنا نخس، وان احنا نبعد عن السكريات، نبعد عن السكريات، ونحاول ناخد الفاكهه ونهتم بالفيتامين دال
والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. بس نعمل تحاليل عشان نكون ناخد القدر المطلوب او نبعد عن بجد. استفدنا جدا جدا دكتور سون، دايما وجودك معانا يعني مختلف ورائع. بنشكر حضرتك دكتور ياسر، واهلا وسهلا بيكي الدكتوره الجميله دكتوره ميري طبعا حبيبتنا، اهلا وسهلا بحضرتك رانيا، اسعدتونا ونورتونا، شكرا جزيلا. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل. التالي أشهى الأكلات في مطبخ الستات مع ريم أبو الريش. ورجعنا لكم مرة تانية مع حضراتكم، منورانا ريم أبو الريش موجودة معنا في المطبخ للمرة التانية. وريم عملنا النهاردة بقى المنيو سي فود، صح كده؟ صح كده. ازيك يا رمروم؟ ازيك عامله ايه؟ بصي بقى كريم، ازيك عامله ايه؟ بتحاول تصلحني بحاول اصلحك عشان المره اللي فاتت كان صعب ومفيد. المره دي هتزعل عشان مالهاش في القلب. لا 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 انا ما بزعلش، ما تقلقيش معايا، انا بتعلم، انا احب اتعلم. بصي بقى هنعمل النهارده، انت عامله ايه؟ كينوا سالاد. اوكي كينوا ده فول بروتين، فول هاوس ده، وبالخضار بقى بكل انواع الخضار. سالمون بال هنعمل له صوص بالباتر والليمون. اوكي هنحط الصوص بره، وبرده اللي عايز يحط من صوص او ما يحطش عشان الكريمه. لازم نعملها له بالزبده، لازم الصوص بالزبده، هو لازم يبقى ليه طعم. ما بصي لازم، بصي احنا هنشويه اوكي، وهنحط له حاجات واحنا بنشويه. اللي عايز ياكله مشوي بس ياكله مشوي بس. أوكي. اللي عايز يحط حلو قوي الخيارات. بصي حتى الصوص بره اهو، حتى لوحده عندك التشويس. تمام. وهنعمل جمبري مشوي في الطاسه. حلو. من غير اي حاجه غير معلقه زيت زيتون. تمام. بس انت حاطه عليه تتبيله. تتبيله طبعا، هتقولي لنا عليه بقى التوابل كلها دلوقتي. طيب. تعالي نبتدي بده الاول. يلا. عشان ده المفروض يدخل الفرن. انت بتدخلي الفرن؟ ده هندخله الفرن. اوكي بصي هنعمل الصوص بتاعه اول حاجه. اجيب لك معالق؟ انا عايزه معلقه واحده. هنحط زيت زيتون حاجه بسيطه. خدي يا رب. اوكي حبيبتي جبت لك كل المعدات. ده زيت زيتون، معلقة مستردة الديجون اللي هي الحراقة الحب مش مش المستردة الحب، وهي دي اللي بتفرق في الطعم، بتدي طعم بتدي طعم حلو، وما فيهاش اصلا اي مش متخنة ولا فيها كالوريز كتيرة. شوية ملح. حلوة مش متخنة. شفتي بقى مش متخنة، بدل مش بتخن مش أيوة متخنة. مش متخنة. فلفل. جيبوا صورة بقى. هلو مين معانا؟ هلو ممكن ريم تطبخ اهو نشوفها. صوص كده احنا حطينا بقى ايه؟ زيت زيتون ملح وفلفل والمستردة، وبندخله الفرن لحد ما يستوي. امال ايه بقى الزيت بقى؟ ما انا هقول لك بقى دلوقتي. بصي بياخد حوالي نص ساعة على حسب بقى انت عايزاه متحمر قوي من فوق بياخد اكتر. انا بدخله الفرن على ورقة زبدة كده. حلو. اوكي هنحطه على ورقه الزبده وندخله الفرن يعني من غير ما نغطيه خالص ولا اي حاجه خالص، درجه حراره 200. هو يستوي معانا جديده، هيستوي لوحده خالص. هتلاقيه استوى، اول ما هيستوي طبعا السكن اللي تحت كده تطلع وتلاقيه مستوي. هو الفرن انتوا مشغلينه؟ اوكي تعالي بقى نعمل الكينوا ولا الجمبري؟ لا تعالي نعمل الصوص بتاع الصوص. يلا الصوص بتاع السالمون اللي هو ده اهو. اوكي اوكي حط حته زبده مش كبيره قوي. اوكي هناخد توم. اوكي كام فص توم مهروسين كده. اوكي تمام. محتاج عصير ليمون. اوكي ليمونتين ثلاثه هتحطي شويه يعني. وايه تاني؟ ده الصوص بتاع السلم لما يطلع من الفرن احطه وهو اختياري. بالظبط حطيه بقى اختياري، عايزه تحطيه مش عايزه تحطيه. بصي بقى حمر اهو حلو قوي. اوكي زبده وتوم وحبه ليمون حلوين. دي كوبايه نص كريم، كوبايه نص كريمه على نص لبن عشان ما تبقاش كلها كريمه. عشان ما يبقاش دسمه قوي. بالظبط يعني حبه نص جريمه. نص جريمه مش جريمه كامله. نسيبه بقى. نسيبه بقى انا احط هنقله لك على الناحيه الثانيه ونعمل الاكله بتاعت الجمبري. هنحط بقى بصي شويه شبت.
يدوا طعم حلو. حلو الفكره دي. بتدي طعم حلو قوي قوي. الشبت عموما مع الحاجات السي فود كلها مش هتحط لها ملح بيبقى خطير. ملح ساعات بصوص الشبت بيبقى تحفه. بصي انا بموت في صوص الشبت مع الباتر فلاي بيبقى حلو قوي قوي كده. انا هاخده انا بقى كده كده. انت الصوص بس هيستوي. احنا كده خلصنا. احنا كده خلصنا قبل ما يطلع. طيب الجمبري. الجمبري بقى انا عايزه اتبله في حاجه. بصي الجمبري انت هتتبليه؟ هتبله. اوكي. هنحط له بقى ايه؟ ليمون. اوكي. شويه برضو ايه حلوين. مش هتحطي لي زبده ولا اي حاجه هنا خالص. اوكي. هنحط له حبه شبت. ده بقدونس. بقدونس. اوكي. شبت. اوكي. الله حلوه قوي. افكار حلوه وخاصه الناس اللي رايحه عشان العيد الساحل واللي مسافر حاجات سريعه. ملح وفلفل وبابريكا. انا اعتقد ان في العيد ده الناس هتروح الساحل وهتروح عين السخنه الاثنين. في ناس أنا في ناس رايحه ده وفي ناس رايحه الساحل بعد العيد. صح. بصي نص سبعه كده. زيت زيتون. اوكي. بصي انا يوجلي الجمبري ده بعمل التتبيله وبحط الجمبري في زيب لوك الكيس وعليه التتبيله وتترجيه وتسيبيه شويه. احنا دلوقتي هنحطها كده مع بعض. هنحطها كده يعني. ممكن ان انت تسيبيه في الكيس وتقعدي تسيبيه كده ترميه. لا مش لازم كيس مع بعض. يعني ممكن نسيبه في التتبيله. سيبيه في التتبيله على قد ما تقدري عشان ياخد طعم. لو مفيش كيس فنتصرف يعني. بالظبط. احنا حطينا ملح وفلفل وبابريكا وليمون. اوكي. اوكي وزيت زيتون. اوكي. وتوم. ما بتحطلهاش مستردة من الحبيبات دي؟ لا. لا بس ده عشان يعني ده طعمه وده طعم عشان يبقى طعمه مختلف. بسألك عشان كده. يبقى كل حاجه ليها طعم مختلف. حتى ده حطينا له بقدونس التاني ما حطيناش بقدونس. حطينا لده شبت. بالظبط. حطينا لده بقدونس. لده بقدونس وشبت. حطينا بقدونس ممكن بقى النار ولعه صح؟ هنحط نقطه حبة بس زيت. نقطه لان هو احنا اوريدي حاطين هنا. عايزه بقى ايه؟ هاتي انا احطهم لك بقى اهو. احطهم لك هنا اهو. بصي بقى هنحطه من غير الصوص الاول يتحمر على الناحيتين كده. هو الجمبري اصلا اول ما بياخد لون من الناحيه دي تقلبي الناحيه الثانيه بيبقى استوى. يعني ما نقلبوش كده. لا نطلع الجمبري بالزبط. زي ما انت بتعمليه كده واحده واحده. واول ما يبتدي تلاقيه ياخد لون الصدمه ننزل بقى الصوص وممكن معاه ايه معلقتين ثلاثه ميه كده. اوكي كده اهو. تعملي لي السلطه عقبال ما انا انزل لك ده وتيجي تقلبيه بقى على وشه الناحيه الثانيه. نعمل بقى الدريسنج بتاع السلطه الاول. حلو. يعني فكره ان السي فود هيلثي والله وهتلاقيه طعمه حلو. طب الصوص ده الصوص اللي بيغلي بقى اقفل عليه ولا اعمل فيه ايه بقى كده؟ كده خلاص. بصي بنعرف منين بقى ايه اول بقى؟ ما تلاقيه ابتدى يتخن. لا لسه لسه ما تخنش قوي. اوكي. هو المفروض يبقى تقيل شويه. يعني اول ما يتخن او انا خلاص. لان هو كمان لما بيتساب بعد شويه بصي ده تقل ازاي بيتقل. بيتقل اكتر. اوكي. نعمل بقى السلطه. سلطه الكينوا دي برضو من الحاجات المفيده جدا للناس اللي عايزين ياكلوا وجبه بروتين بس ما يتخنوش. يعني دي حاجه تنفع للدايت. وطبعا ممكن تحطي فيها بقى ايه ريد بينز تشيري توميتوز اللي انت عايزاه يعني اي خضار انت عايزاه. بصي بقى الدريسنج بتاع السلطه. انا متابعه الصوصه. هنحط معلقه زيت زيتون. هو صحي بس اللي عايز يعمل دايت او اللي عامل دايت في الكينوا ما ينفعش يحط معاها الفلفل الالوان ولا عشان ينفع الفلفل يحط معاها الذره ولا ينفع يعني. وانت عامل دايت تاكل هو بطريقه هيلثي بس مش دايت. في فرق بين الهيلثي والدايت. بين الهيلثي والدايت. هي سوير هتفصص اكلها. معلومات. معلومات. حافظه. لا حافظه وبطبق. معلومات. بصي بقى الدريسنج. جربيه الدريسنج ده حلو قوي على كل السلطات. لا انا على فكره انا هعمل كل اللي انت عملتيه ده هطبقه في طيب. في الاجازه. وهتدوق. طيب. هتدوق. طبعا. يبقى انت حطيتي هنا حطينا معلقه زيت ليمون خل يعني شوية توم كده مفروم جامد. مفروم. معلقة دبس الرمان. معلقة دبس الرمان دي جديدة برضه. تعرفي ان الدكتور نبيل مش قادر ينسى الصوص بتاع المشروم وكل شوية. ابعتيها له. انا جبت لحمة. ده احنا نبعت له. عايزين نبعت له الصوص. لا بجد لازم نبعت له. سوير بقاله ثلاث اسابيع بيقول لها ابعتي لي لو سمحتي نبعته له. هبعته له. معلقة سماق. سجليها لي بصوتك. هبعت له فويس نوت.
معلقه سماء. السماء انا بموت رائع وانا كمان مش معقول يعني. انت مره من المره اللي فاتت نص معلقه كمون اهو. انا كده صح بقلبه كده صح؟ كده صح. فلفل. طب ليه بقى ليه بتعملي الحركه دي؟ ليه ما بنقعدش نقلبه زي الطريقه يعني؟ اصل هو ده ما بياخدش، الجمبري ما بياخدش سوى، لو قعد كتير على النار بينشف. فانت مش الجمبري بيستوي على طول، على دي ميزه. مجرد ما ياخد لون خلاص كده استوى بالظبط. بصي اهو بقى كده الدريسنج خلصناه. انا كده عملته على الوش التاني بس. اول بقى ما ياخد لون الوش ده نزلي الصوص اللي في عندك ولاد يا ريم فدي. لا هو خلاص انت نزلت. نزلت عندك ولاد؟ عندي بنتين ما شاء الله ربنا يخليهم، دول محظوظين بقى، بتعملي لهم احلى اكل. بيقفوا يطبخوا معايا بجد شاطرين جدا جدا. برافو والله روين. برافو جدا. ونطلع ريسيبيز ونقعد نعمل نالف حاجات مع بعض وكده. طب حلو حلو، بيتبسطوا قوي بموضوع المطبخ. حلو. وبعدين فكري انا اللي انا حاساه ان الاكل سهل عمايله سهل. بصي هقول لك حاجه، انا لما ابتديت موضوع الطبخ ده كنت مستصعبه. لا خالص، انا عشان غاويه طبخ عارفه ان في ستات كتير بيستصعبوا جدا. اي ست بتشتغل بتبقى عايزه تطبخ بنفسها لاولادها او لبيتها او وات ايفر، بتبقى مستثقله قصه انها تقف تطبخ. والطبخه بتاخد منها وقت، فقررت ان انا اعمل الفكره بتاعت ان انا انزل ريسيبيز دي سريعه وكونفينينت. يعني انا بعمل فته في نص ساعه، بعمل فته شاورما في نص ساعه، بخش المطبخ فعلا نص ساعة ماكسيمم ساعة تكوني مخلصة. هبقى مخلصة كله. طب الكيلو دي انت عاملاها ازاي؟ مسلوقة كده، بتسلقيها ميه وشوية ملح بسيطة، بتتسلق ربع ساعة. ربع ساعة ودي عايزة اقول لك انها اقل من ربع كوباية كينوا، لانها بتنفش بشكل رهيب. اوكي. بصي بقى هنحط الكينوا. حطينا الكينوا. تحبي والبصل؟ لا هدوق طبعا. احط لك من ده طازة؟ احلى وسخن. والبقدونس. هو انا كده استوى صح؟ عشان ما اديهاش حاجه. خلاص كده انتهى الموضوع، انتهى. والتانج كمان استوى. وحطينا ذره وفلفل الوان. اصل هي بقى سهيري اللي ليها في السي فود، فانا هي اللي دورها ان هي تدوق. لا بس انت ممكن يعني تاكلي جمبري. ما انت بتحبي انا عندي جمبري. مشكله مش عارفه ليه بس يعني لا انا باكل الجمبري وكده لما يبقى ليا المود اني اكل، لو ما عنديش ما انسى. خلاص كفايه عشان ادوق السلمون. ما انا هجيب لك اهو. والسلطه. لا انا عامله حسابي. اول ما شفت، اول ما قلتي لي انت هعمل، عامله كده. حطيت انا قلت لك انا هحط ايه؟ احط لك مش صوص سخن شويه؟ ممكن معلقه صغيره. حاضر. بسيط كده. طب انتي الاكل بالنسبه لك هوايه ولا بقى مهنه كمان؟ لا مش مهنه، هوايه. هوايه. انا اصلا بشتغل بقالي 22 سنه حاجه ثانيه خالص. ما شاء الله. كيلو خلاص 22 سنه. كلك 21 سنه. احط لها كيلو؟ حلوه دي قوي قوي. بس مش كتير. انا عايزاكي تقوليها ثاني عشان جوزي يسمعها. 21 سنه ما انتي قمر يا اختي. من يعترض؟ من يجرؤ على الاعتراض؟ بقالي 22 سنه بشتغل حاجه ثانيه خالص. ايه بقى؟ انا واختي الكبيره عندنا شركه انتاج. وانا منتج منفذ صوت. بقالي 22 سنه دوبلاج يعني استوديوهات صوت اعلانات راديو، وهي متخصصه اعلانات بقى، هي بتنزل تصوير بجد. فانا مجالي يعني حاجه مالهاش علاقه. بتعملوا الحاجات اللي هي الحاجات العالميه اللي بيبقى فيها دوبلاج المسلسلات العالميه؟ انا لسه لحد دلوقتي ده شغلي والله. معظم الحاجات اللي بتشوفيها متدبلجه بتاعه الاطفال انا اللي عاملاها. انا عجباني الكينو قوي بجد جدا. كويس الحمد لله. بس الباشن بتاعي وهوايتي الطبخ. فانا قررت من كام شهر ان انا طب حاجه انا غوياها وبحبها. واصحابي فضلوا يقولوا لي كتير جدا طب ما انت بتبعتي لنا الريسيبيز بتاعتك فويس نوت، طب اعملي لنا حاجه، طب اعملي لنا فيس فويس نوت برضو. فقررت بقى. انت اسعدتينا ونورتينا والله. تسلم ايديك بجد. اكلك انا مستنياكي تدوق. هدوق طبعا. ميرسي حبيبتي، شرفتينا ونورتينا. بنوركم. سوسو ميرسي يا ريم قوي، وميرسي لكل المشاهدين، ساعدنا دايما بوجودكم، وبكره نسعد بيكم ملقاء جديد والستات عالنهار. تحياتنا، بنحبكم ونشوفكم بكره ان شاء الله.